بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أحلى بيت. أنا سعيد أنني ألتقي معكم اليوم وفي حلقة إن شاء الله تكون مميزة، وأنا أشكر كل من تواصل معي في الحلقات الماضية، وإن شاء الله عندنا بعض الأمور وبعض القواعد نريد أن نقولها لكم حتى ننطلق في أحلى بيت وتعيشون إن شاء الله معنا بسعادة وهنا في هذا البيت، لأن إن شاء الله في هذا البيت ستجدون الراحة، ستجدون السعادة، ستجدون حل المشكلة، ستجدون بإذن الله عز وجل ما يسر خواطركم، بقدر ما نستطيع سوف نقلل من المشاكل. إخواني وأحبابي، إن شاء الله عز وجل بعد يومين 3 أيام تابعوا فيسبوك غازي الشمري وأيضا موقع الرسالة وفيسبوك أحلى بيت، نبغى ننزل 35 عنوان للحلقات القادمة، ونبغاكم تصوتون على أفضل 10-15 عنوان بحيث نبدأ معكم على العناوين والمواضيع التي أنتم اخترتموها. وإن شاء الله عز وجل نبغى التفاعل مع كل موضوع، والأسئلة ربما تكون مقدمة ما عندنا مانع، حتى في تويتر أيضا إن شاء الله ستكون عندنا هدية عبارة عن مجموعة أسرية لكل من يتفاعل معنا عبر حل أي مشكلة أو أي قضية. كل هذا ستجدونه في الفيسبوك غازي الشمري وفيسبوك أحلى بيت، وإن شاء الله أيضا موقع الرسالة. طبعا أسعد بمتابعتكم لي ومداخلتكم لي عبر الهواتف الظاهرة أمامكم من داخل وخارج المملكة، وأيضا تويتر يعني غازي الشمري. إن شاء الله عز وجل سوف تجدون ما يسركم. عنوان حلقتنا اليوم بعنوان عندما ينتحر العفاف. العفاف عندما ينتحر هو عنوان حلقتنا، ومعي ضيف عزيز وغالي سوف يتحدث عن موضوع يهمكم، لأنه بشركم بشارة، الأمة لا زالت بخير ما دام أناس يعملون ومن أجلكم، فاختار عندهم حملة في الرياض في المملكة العربية السعودية سموها حملة العفة. الله يعطيهم العافية، طبعا ما قصروا، قالوا لنا لبرنامج أحلى بيت سيظهر إيميل وسيظهر الفيسبوك وسيظهر موقع الرسالة، أرسلوا يوتيوب 2-3 دقائق أفضل يوتيوب، سوف توصله هدية أيباد أو جالكسي جهاز إلى بيته، هدية من الإخوان مؤسسة الرشيد الله يعطيهم العافية مع إخواننا في مكتب الدعوة في النسيب. طبعا باسمكم أرحب بأخي وحبيبي الدكتور فهد تويجري مدير مكتب الدعوة في حي النسيم. حياك الله أخوي فهد. الله يحييك يا أهل مرحبا. الله يحييك سلام. طبعا الله يعطيكم العافية على الحملة التي أطلقتموها، وإن شاء الله أنا في الجزء الثاني من أحلى بيت سأتكلم عن موضوع الخيانة الزوجية وعن معالجة بعض الأمور في العفة. دكتور فهد الله يعطيكم العافية، الأمة محتاجة إلى عفة، الأمة محتاجة إلى حشمة. كثير من الشباب يقول والله ما راح أتزوج بنت أنا عاكستها. كثير من الأزواج، ربما بعض الأزواج وأكون معك صريح، قد طلق امرأته وقد أنجب منها أولاد، يقول لكن اكتشفتها أنها تخوني، لكن ربما خيانتها ليست كبرى، معاكسة، لكن يقول ما راح أرتاح معها. كم من امرأة عفيفة تركت زوجها، قالت للأسف وقع في أخطاء. أنتم حملتكم حملة العفة، يعني لو تحدثنا عن الحملة، من المستهدف، ما هي أهداف الحملة، هل في موقع لكم؟ حياك الله يا دكتور فهد. الله يحييك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد بداية أنا أشكرك دكتور غازي على هذه الاستضافة وهذا اللقاء في هذا الموضوع المهم. حقيقة المكتب التعاوني بالنسيم في مدينة الرياض كان من الأمور التي يسعى لها المكتب العناية بالحملات الإعلامية واستهداف العمل الدعوي عن طريق الإعلام، سواء عن طريق القنوات الفضائية أو الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام. من هذا المنطلق ومن العام الماضي يعني تم في البداية يعني التنسيق مع شركة الرشيد للإعلام ومع مؤسسة الهدى الخيرية لدعم هذه الحملات الإعلامية. طيب ليش اخترتوا بالذات العفة؟ يعني ممكن في حملات عن الصلاة، عن بر الوالدين، يعني هذه أول حملة؟ أول حملة، لكن طبعا لم تقم تختار عبثا، إنما بناء على مجموعة من ورش العمل
بناء على مجموعة من الاستبانات، يعني بدأت ورش العمل أول أمر من المستهدف، فكان الهدف استهداف الشباب والفتيات لأنهم هم أساس الأمة وهم أكثر الشريحة في المجتمعات عموما. فبناء على مجموعة من الورش ومجموعة من الاستبانات وأيضا تم اختيار الفئة المستهدفة، وبعد اختيار الفئة المستهدفة وأيضا مجموعة من المختصين الشرعيين والنفسيين والاجتماعيين تم إحصاء مجموعة من القيم. كان الفكرة أن تكون قيمة من القيم، لكن بعد مجموعة كما ذكرت من الورش والاستبانات والدراسات تبين أن هذه القيمة من القيم المهمة التي اختارها الشباب واختارت الفتيات لوجود ظواهر أساءت للمجتمع بهذه القيمة، حتى يعني فقدان هذا القيم. أنا عجبني كلامك دكتور فهد لما تقول استهدفنا الشباب. فعلا الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول أوصيكم بالشباب خيرا، أوصيكم بالشباب خيرا، هم أرق أفئدة. والشاعر العربي يقول أهدي الشباب تحية الإكبار، هم كنزنا الغالي وسر فخاري، هل كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار. لكن ما شاء الله يعني اخترت هذا القيمة. فعلا أنا مثل يعني أنا كأب كزوج لما أطلع للسوق صراحة أجد بعض المظاهر التي تزعجني، يعني أنتم ما شاء الله سبرتم هذه الأمور واخترتوا هذه القيمة. نعم اخترنا هذه القيمة. طبعا بعد اختيار هذه القيمة بدأ التخطيط والترتيب عن طريق شركة الرشيد الإعلامية، ثم وضع خطة على أساس أن يكون هناك موقع في الإنترنت لهذه الحملة، أيضا في الفيسبوك في التويتر مواقع طيب خاصة. ايش اسم الموقع؟ موقع ايش؟ دبل دبل ايش؟ عفتي. عفتي يعني لو يكتب الواحد في جوجل نعم. عفتي يطلع عنده كل شيء عن هذا الموضوع. نعم عن موضوع جميل. الحملة. طيب عندكم أهداف معينة حاولتوا أنكم تصلون إليها؟ طبعا في مجموعة، قبل ما أتكلم عن الأهداف طبعا ذكرت أن وسائل الإعلام استخدامها للوصول لكثير من الشرائح لنشر هذه القيمة المهمة، يعني القنوات الفضائية، العناية بالصحف والمجلات، إقامة مسابقة أيضا كما أعلنت عنها، وستقام مسابقة أخرى، وقامت محاضرات وكلمات أيضا في بعض المساجد. الله يعطيك العافية. يعني حتى للتنبيه جزاه الله خير الدكتور فهد يقول إعلان مسابقة. أكرر الإخوان في مكتب الدعوة ومؤسسة رشيد يعني أكرموا برنامج أحلى بيت، فقالوا ارسلوا أفضل مقطع يوتيوب لمدة دقيقتين ثلاث فلاش يتكلم عن العفة، وحطوا عنوانكم يا إخواني تحت إن شاء الله عز وجل، ضعوه تحت، وأفضل مقطع يعني سوف ننشره طبعا الأجر من الله، ثم في جائزة قيمة سوف تصل إليكم. طيب دكتور فهد، هل فيه مدة للحملة؟ طبعا الحملة بالاتفاق مع مؤسسة مع شركة الرشيد الإعلام أنها ستكون 3 أشهر ينفذون هذه الحملة، لكن الحملة ستستمر، فالموقع سيستمر تفعيله عن طريق المكتب، كذلك أيضا نشر الكتب والمطويات والمطبوعات، المحاضرات، الكلمات، الخطب، أيضا حث الخطبة للكلام عن هذا، هذه ستستمر، لن تكون لمدة معينة، هي مدة معينة مع شركة الرشيد، لكن الحقيقة ستستمر هذه. يعني الحملة. ما شاء الله أفهم من ذلك إنه الإعلام والخطبة والمدارس والجامعات كأنهم كلكم يعني ما شاء الله متعاونين. الآن في بعض المدارس بدأوا حينما علموا عن الحملة بدأوا بالاتصال وبيطلب بعض المطويات والكتب والمشاركة، حتى بعض المكاتب أيضا بعض المكاتب التعاونية بعد افتتاح الحملة على شرف الدكتور توفيق السديري وكيل الوزارة بعد الإعلان طلبنا من المكاتب المشاركة، ولله الحمد بدأ بعض المكاتب يتصلون ويطالبوا المشاركة. أما يعني تتوقع دكتورنا العزيز يعني فعلا الأمة عند أزمة أخلاق، أزمة أخلاق فعلا نعيشها؟ إذا نظرنا إلى مجموعة من الإحصائيات التي تم رصدها في أثناء الدراسة، يعني تصور ارتفاع ظاهرة التحرش بالنساء إلى 215% خلال سنة واحدة. ضحايا ترى هذا عدد كبير دكتور، يعني 215% في المئة نعم خلال سنة واحدة. موضوع التحرش سواء بالكلام أو بالحركات أو غيرها. الاعتداء على الأعراض 25%. حالات الاغتصاب وصلت تقريبا إلى 75%. هذا دكتور فهد في عالمنا، في عالمنا العربي ولا بل في المجتمع السعودي.
هذه الدراسة في المجتمع السعودي، قضايا اختطاف الفتيات والنساء وصلت 10%، وهذه الدراسة طبعا هي ليست جديدة، خلال السنوات الماضية 3 أو 4 سنوات الماضية، ويحتاج إلى دراسات أخرى. إذا نظرنا إلى هذا في داخل البلاد، لكن لو نظرنا إلى المستوى العالم العربي أو العالم عموما لوجدنا أيضا أعداد كبيرة نتجت عن هذه الضعف. سبحان الله، يعني فعلا مسألة العفة من المسائل المهمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني يا أخواتي لما جاء شاب يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أمر عجيب غريب، لكن هنا يأتي دور المربي، هنا يأتي دور الأب، هنا تأتي أيضا دور الأم، لأنه نحن نحتاج إلى حوار فيما بيننا. يأتي شاب